مرحبا بكم في العرض على تمثيل الخطوط. دعونا نبدأ. دعونا نفترض أن لدي معادلة. دعوني أتأكد من أن هذا الخط ليس عريض. دعونا نفترض أن لدي المعادلة y تساوي 2x زائد 1، وهي تعطينا علاقة بين x و y. لنفترض أن x تساوي 1، ستكون y تساوي 2 في 1 زائد 1 تساوي 3. إذن لكل x لدينا بالمقابل y. فلنفعل هذا. دعونا نضع جدولا صغيرا هنا. x و y، دعونا نفترض أعدادا بشكل عشوائي لـ x. فإذا كانت x تساوي سالب 1، بالتعويض في المعادلة y تساوي 2 في سالب 1 زائد 1 تساوي سالب 1. إذا كانت x تساوي 0 y ستساوي 1، وإذا كانت x تساوي 1 فإن y ستساوي 3. أعتقد أنك قد استوعبت الفكرة. إذا كانت x تساوي 2 y تساوي 5، ويمكننا الاستمرار في هذا. إذا لدينا قيم غير نهائية لـ x، من خلالها نحصل على قيمة y. إذا هذا الجدول يوضح العلاقة بين x و y. ما سنفعله الآن هو أن نمثل تلك النقاط على المحور الإحداثي. دعوني أرى إذا كان يمكنني أن أرسمه بشكل دقيق. سأستخدم هذا الخط لأحصل على خطوط مستقيمة. حسناً، هذا جيد. حسناً، دعوني أرسم بعض النقاط المتناظرة. دعوني أفترض أن هذه 1، هذه 2، وهذه 3. هذا سالب 1، سالب 2، سالب 3. إذن هذا محور x. لدينا 1 2 3. لاحظوا أنه يمكنني الاستمرار. وهذا محور y، وهذه 1 2 3. هذه ستكون سالب 1. أعتقد أنكم أدركتم الفكرة. فإذا كانت لدينا النقطة x تساوي سالب 1، أيضا فإن y تساوي سالب 1. لتمثيل النقطة x ننتقل بها عبر المحور x حتى نصل إلى سالب 1، ثم ننتقل إلى النقطة y تساوي سالب 1. ستكون هنا، تلك هي النقطة. سأقوم بتعليمها سالب 1 مع سالب 1. إنها غير مرتبة بعض الشيء. تلك هي النقطة x. لنمثل واحدة أخرى، سأقوم باستخدام لون مختلف هذه المرة. لنفترض أن لدينا النقطة 0 مع 1، أي أن x تساوي 0 y تساوي 1. هذه النقطة تقع هنا. إذا كان لدينا النقطة 1 مع 3، حيث x تساوي 1 و y تساوي 3، إذن النقطة تكون هنا. أتمنى أنكم استوعبتم هذا، ويمكننا الاستمرار في تمثيلهم بشكل خاص. إذا قمت برسمه بشكل دقيق، هذه النقاط ستشكل خط. دعوني أرسم هذا الخط. سيبدو الخط هكذا. إنه ليس خطا جيدا. دعوني أرسمه بشكل أفضل من هذا. سيبدو الخط هكذا. حسنا، إن الخط الذي قمت برسمه سيء للغاية. دعوني أغير الأدوات. سيمر الخط من هنا، من هنا وهنا. لا أدري إذا كنت أوضحه بالشكل الكافي. دعوني أجعل هذه النقاط أكبر.
كما ترى فإن الخط يمر من جميع هذه النقاط، لكنه أيضا سيمر بالنقطة 2 مع 5، ستكون في مكان ما في الأعلى. هنا علينا أن نعلم أنه يمكن لـ x أن تأخذ عددا لا متناهي من القيم على هذا الخط. إذن هذا الخط الوردي والذي يمتد إلى ما لا نهاية، إنه يمثل كل علاقة ممكنة بين x وy، وكذلك يحقق هذه المعادلة. وبالطبع إنه لا يتوجب على x أن تمثل جميع الأعداد أو الأعداد الصحيحة، فx يمكن أن تكون باي أي تساوي 3.14%، وفي هذه الحالة ستكون المعادلة y تساوي باي زائد 1، إذن أي قيمة لـ x سيقابلها قيمة لـ y. دعونا نقوم بعمل واحدة أخرى. إذا كان لدي المعادلة التالية، y تساوي 3 أو سالب 3 x زائد 5. حسناً، سأقوم برسمه بسرعة هذه المرة. إذن هذا هو محور x وهذا محور y. دعونا نضع بعض القيم هنا x و y، ولنفترض أن x تساوي سالب 1، لنعوض في المعادلة y تساوي سالب 3 في سالب 1 زائد 5 تساوي 8. إذا كانت x تساوي 0، بالتالي فإن y تساوي 5، وإذا كانت x تساوي 1، بالتالي فإن y تساوي 2، وإذا كانت x تساوي 2، فإن y تساوي 1. هل هذا صحيح؟ لنتأكد. أجل، y تساوي سالب 1. كنت أعلم أن شيئا ما خطأ. إذن دعونا نقوم بتمثيل بعض هذه النقاط. إذن عندما x تساوي سالب 1، وسوف أقوم بالتقريب هنا، فإن y تساوي سالب 8، إذن تلك النقطة ستكون في مكان ما هنا، ويوجد عرض كامل حول التمثيل البياني. هناك خطأ، عندما x تساوي سالب 1، بالتالي y تساوي 8 ليس سالب 8. إذن ستكون y في مكان ما هنا. عندما x تساوي 0 فإن y تساوي 5، إذن ستكون في مكان ما هنا. عندما x تساوي 1، بالتالي فإن y تساوي 2، هكذا. إذن عندما x تساوي 2 فإن y تساوي سالب 1، وكما ترى قد قمت بتقريبها. إذا كان لدي ورقة بيانية، وإذا كان رسم بياني أفضل من هذا، فسيكون بإمكانك أن ترى ويكون ما قلته صحيحا. أعتقد أن هذا الخط سيفي بالغرض. كل نقطة يمكنها أن تحقق المعادلة تقع على هذا الخط. وسأشير إلى شيء مثير للاهتمام هنا. لاحظوا أن هذا الخط يميل للأسفل، إنه ينتقل من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، بينما ينتقل هذا الخط الذي قمنا برسمه من أسفل اليسار إلى أعلى اليمين. هل هناك شيء مختلف في هذه المعادلة؟ أقصد المعادلة الأخيرة. سأعطيكم تلميحا. هذا العدد أي سالب 3، أو يمكنك أن تعتبره معامل x الذي يحدد ما إذا كان هذا الخط يميل للأعلى أم للأسفل، ويوضح لك أيضا كيفية انحدار الخط. وفي الواقع فإن سالب 3 عبارة عن الميل، وهذا العدد يسمى تقاطع y، وهو يوضح موقع التقاطع على محور y.
وما يتضح هنا أن التقاطع مع المحور سيكون عند النقطة 0 مع 5. دعونا نقوم بحل واحدة أخرى بسرعة لنأخذ هذه المعادلة بسرعة. y تساوي 1 على 2x زائد 2 هنا x وهنا y، ونحتاج لرسم خط لنقطتين فقط. إذن عندما x تساوي 0 y تساوي 2، إذا كانت x تساوي 2 فإن y تساوي 3. في السابق عندما كنا نقوم بتمثيل 3 و4 نقاط كان هذا حتى أريكم الفكرة. إذن 1 2 إنها تقع هنا، ثم 1 2 3 تقع هنا. إذن الخط سيبدو هكذا. ولاحظوا مرة أخرى سنميل للأعلى، والسبب لأن هذه 1 على 2 موجبة، لكننا لا نميل أي لا نتحرك للأعلى بسرعة كما فعلنا في y تساوي 2x، حيث أنه في y تساوي 2x كان يميل للأعلى أكثر وبسرعة أكبر. ثم تقاطع الواي سيقع على 0 و2 أي هنا. فإذا كنت تريد أن تمثل خط عليك أن تجرب بعض النقاط وستستطيع تمثيله، وفي العرض التالي سأوضح أكثر عن الميل وتقاطع واي. يفترض بك القيام بهذا الشيء لأنه سيعطيكم شعورا طيبا على ما أعتقد عن كيفية تمثيل الخط بيانيا. أتمنى أنكم قد استمتعتم.